احنا جينا لا تقولوا ما جينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مره اخرى في قناه ايمان انيفر. مرحبا بالناس الجدد اللي انضموا للقناه، شكرا للثقه ديالكم. مرحبا بالناس القدام اللي ديما معايا ومسنديني في انستغرام وفي القناه، ديما مشجعيني وديما مرايا. ايمان ايمان ايمان، حنا معاك حتى الاخر، ما تغبريش علينا. انا جيت طلبا على رغبه عن طلبي كنا سورتو في واحد الفيديو اللي كتعجبكم بزاف 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 بزاف، اللي هي لي برودوي تيرميني جو راشيت او با، المشتريات اللي ساليتهم، المنتجات اللي نساليتهم، واش نشريهم ولا ما عاودش نشريهم. دونك جيت اليوم بواحد واحد الصاك كبير 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 عامر. ان شاء الله الا قدرني الا قدرني غندير لكم على جوج فيديوهات، حيت هادشي كثير ما يمكنش ندير لكم فيديو واحده اخرى. واليوم غيكون عاوتاني واحد انبوكسين ديال واحد المنتوجات وصلت بهم من موقع اوكتولي اللي كاين فرنسا، اللي كيخص غير باليوتيوبرز. ان شاء الله الا كنتم مهتمين بالفيديو بقاو معايا. ولكن قبل، الا كنتي انت ولا انت اول مره كتطيحي في هذه القناه، ان شاء الله قدر وصفتك عندي في هذه القناه وتحتي عليها، مرحبا بك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك بالاحمر لتحت باش تكون من فرد من عائله ايمان اونيفير. والله يوفقنا ويهي حشمنا. ولا كنتم مهتمين بالفيديو بقاو معايا. غادي نهز اوبيف وان شاء الله نتمنى يكون هذا الشيء مفيد كما العاده. وهذا الفيديو صراحه كتعجبكم بزاف وكتطلبوها، حيت كتمنح لكم بانكم تكون عندكم واحد الفكره مسبقه على المنتوج قبل ما تشريوه. باغمي لي شوز اللي ساليت لي هو هاد لو تيرمال دافين. هذا راك نتوما عارفيني ديما كنعاود نشريه ونشريه. هذا كيخليك سورتو الناس اللي عندهم البشره مهيجه، ولكن كنصح اي امراه ولا اي رجل ولا اي طفل تكون عندكم هذه في الدار، بحال ملي كتكونوا خرجتوا من الحمام وجهكم احمر، جاتكم شي التهاب، درتوا شي ماسك احمر لكم وجهكم، هذا كيرطب كيغسل وجهكم من الكالكير ديال الماء. بحال انا عندي حساسيه في الكالكير اللي كيكون في الماء، دونك اون فوا كنتوضى مثلا كنغسل وجهي كنرش واحد الرشه من هذا باش كيطهر ليا وكيقاد ليا كيعدل ليا البي اش لي ديال الوجه ديالي. بحال دابا البنات اللي بعد ما كيوقع لهم كيديروا شي ماسك وكيلتهبوا كيحمر لهم، اول حاجه ملي تغسلي وجهك بالماء ترشي هذا كيهدن. دونك هذا الصراحه خصو يكون ديما عندكم لو دافين. كنعاود نشري ونعاود نشري. سالا ليا هذا الجل او غسول الوجه جيل نيتوايو الترا فريشور. ما قلت لكمش الثمن، كتقول لي ايمن قولي الثمن راه كنسى، اللي عقلت عليه غنقول لكم. هذا كناخذو من البارا فارماسي في انترنت ب 99 درهم ولا معرف 98 درهم. فوالا هذا جل غسول للوجه من ايف روشي ايدرا فيجيتال الترا فريش كلينين كلينسين جيل. الصراحه بالنسبه للكونتيتي ديالو و 390 ml نورمالمون كيديروا بقيه شي كدا 60 درهم، مي بعد مرات تيكونوا دوك التخفيضات بامكانكم تشريو واحد بثمن جوج ولا ناقص 50%، وكيدي المده ديالو. والصراحه هذه ثاني مره ولا ثالث مره كنشريه باش كنالترني ما بين لي برودوي اللي تيكونوا عندي غاليين، يعني الصراحه كقاضي بالغرض ديالو نعاود نشري ونعاود نشري. ساليت الشامبوان ديالي الترا دو غارنيي بالويل دارغون والكرونبيري للشعر جو بونس المسبوغ والخصرات الملونه. هذا الصراحه كنشري وكنشري، ما انا الشامبوان ما كردليش البال بزاف، سورتو مثلا ملي كنكون دايره الحنه كيخصني شي شامبوان دغيا يغسل ليا الحنه، وعاد كندير مثلا شي شامبوان من بعد ما فيهش السلفات ولا شي حاجه. ما جو بونس هذا ما فيهش البارابين، هادو كنشريهم انا، يعني الشامبو كيبقى لكم نتوما على حسب النوعيه شعركم. هاد الفيديوهات هادو ماشي كنقول لكم باش تشريو المنتوج، كنقول لكم اللي كيجيني انا واش نشري ولا ما نشريش شي. ساليت البروبوليس، هذا مكمل غذائي، عاد ساليت وشربته في سبتمبر اكتوبر باش ننمي المناعه ديالي. البروبوليس مهمه جدا البنات، هذا كنت شريتها من شحال هذه من برا، ما كنهضر لكمش دابا ملي كنبر لكم بعض المنتوجات مثلا لي كومبلي اليمونتير، ما كنهضر لكمش على الماركه، كنهضر لكم على لو برينسيپ بانكم مره مره خصكم تشربوا البروبوليس. كنت كنشرب 6 ديال، والبنات بعد مرات كيسولوني ايمان خديت سبيغولي شحال نشرب من كومبريمي. البنات راه كلشي تيكون مكتوب هنا، حيت كل لابوغاتوار وداير واحد الدوزاج المقياس خاص في كل حبيبه، وهو اللي تيقول لك شحال خصك تشربي ميليغرام في النهار. دونك دي بودغ دو بروبوليس، يعني كل مثلا هي 3 اسي جيلول باغ جوغ. وايفيكتيمون في الاول بديت 3 ديال الحبات، وبقيت كنطلع حتى وصلت 6 ديال الحبات في النهار مع كاس د الماء. وصراحه كنت الحمد لله الحمد لله ويا ربي الحمد لله لحد الان ما مرضتش بالروح يا ربي، و جو بونس بسبب هاد البروبوليس. واخا صراحه هادشي راه شويه كيزيد في الوزن، ولكن ما عندنا ما نديرو، حيت انا نقصتي في الوزن كتنقصتي من الماكله كتنقصتي من الحاجات المفيده. المهم كتحاولي انت كيفاش تالترني. هذا جو غاشيت على لقيت منتوج اخر ساليتو، وكنت راه البنات الصراحه عفاك ديروا بوز دابا قبل ما تكملوا الفيديو.
قبل سيرو تابوناو في الكونت انستغرام ديالي اللي هو ايمان اونيفير، راه كنحط فيه داكشي اجور، المنتوجات اللي كنشري والراي ديالي فيه الصريح، واش عجبني واش ما عجبنيش قبل ما كندير في يوتيوب، وكندير تصاور في انستغرام، دونك تما كيكون فيه ديما الميزاجور وديما الجديد. حاولوا تتابعوني في القناة في الحساب ايمان اونيفير. دونك هذا ميكس انتنسيف بوساج سيكالي ريباراسيون افونسي، في هاد البونتينول بلس لوريا لوري. البونتينول واقيلا هو الفيتامين بي جو بونس، ما عقلتش، كيرطب صراحة زوين. هذا بديل الناس اللي عندهم اون بوساج فراجيليزي، هو ماشي مادة طبيعية، ماشي زعما منتوج 100% طبيعي ولا بيو، فيه مواد كيميائية ولكن قاضي بالغرض الا ما بغيتيش تشري شي حاجة بارا فارماسوتيك. صراحة ما نعاود نشريه، صراحة جاز مع الديكور عجبني، جو في الغاشتي. ساليت زيت ارغان من ماركة بلانتيل، انا ما قلت لكمش الثمن ثاني. بروبوليس ما عقلتش باسكو شريتها برا بالاورو. هذه كنت شريتها مع واحد لا كريم دو ما في انترنت ب 89 درهم، نفس الماركه لا كريم ديال الرجلين وديال اليدين، حتى هي زوينه ولكن مازال ما ساليتهاش، ما كايناش برودوي تيرميني، غادي تكون برودوي فافوري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك 89 درهم بجوج، ولكن هو بوحدو راه كيدير علينا 89 درهم، دونك كان داك لو باك زوين. هادي خديتها بروموسيون في مرجان، راه كنت واحد النهار درت لكم ستوري في انستغرام قلت لكم راه كاين بروموسيون في مرجان زيت ارغان، سيرو خدو. كنت خديتها ب 30 درهم عوض 80 درهم وقيله. كنت كنديرها للحمي الصراحه، هادي استعملتها للحمي. زيت ارغان راه غني على التعريف، نون توغيفي، غير محمص، يعني ما غاديش هادشي الزيوت. ملي كتقولي ايمان شنو، انا اللي كنلاحظ على حسب تجربتي الخاصه ولا حسب رايي، ملي كنداوم الزيوت كنحس بان الجلده ديالي كتبقى مازال ماشي فتيه باقا يعني كتحافظ على النضاره ديالها وعلى ما كتشرفش دغيا. فوالا راه هادشي وقايه وقايه وتغذيه، يعني ماشي غتقولي غتحيد لك الغيد ولا مع شنو، هادشي بالدوام البنات يعني سنين، ماشي تقولي لي شهر شهرين 3 شهور. جو غاشيت ساليت ساليت هاد جيل دوج ايفروشي ديال الفرامبواز، صراحه زوين هادو. انا هاد لي جيل ديال ايفروشي كنعاود نشريهم، كنشريهم على كل مره على حساب شنو بغيت في لاغوم اللي بغيت. هادو ما عقلتش على الثمن ديالهم، هذا واخا لو كان عطاو ليا كادو ملي وصلت واحد المونطون ديال الشراء عطاوه ليا فابور. زوين جو غاشط، ولكن الفرومبوز ماشي ديال هاد الوقت. ساليت لي غورمانديز، هادو كنت وصلت بهم بالسواب مع حمزه بيوتي ستار. اللي ما كنتوش كتعرفوه سيروا شوفوا القناه ديالو، سيروا شوفوا السواب تبادل الهدايا اللي بيناتنا. غلطتيني يا حمزه، زوينين هاد اوريونتين كروكون، كانت وحده بالقشره ديال الليمون، وهادي ديال لانيس. هادي ديال قشره الليمون زوينه، ولكن شنو كان الدفو ديال قشره الليمون، كتلصق لك في السنان، كتبقى ديك عنان كتقلب عليها، ما كيبنين بنين مع قهوه كحله. وهذا دلانيس هو التوب توب توب، نعاود نشريهم هادو. ميرسي حمزه. ساليت هاد صراحه هاد لا مارك بينك زوينه، بينك ولا شنو هادشي، بين جي، سي اون مارك تورك ديال لي بوند دو سير، مع لي كارطوش ديالهم دو سير زوينين الصراحه، لي بوند ديالهم ولا سير ديالهم زوينه، زعما كنصحكم بهم. وشفتهم حتى في بيم حتى في كارفور، ثمن ما عقلتش ما تسمحوا لي. ساليت هاد المحبوب هاد الكوماج هذا ديال اوريفلام، هذا جو بونس كناخدو ب 60 درهم سولد. الحبوبات ديالو زوينين، الريحه ديالو فيها العسل، مقشر رائع ومرطب. هذا زعما غير شريوه البنات، سمعي ليكم مغمضين، الا ما كانش عندكم مشكل مع ريحه العسل، خساره ما كنلقاش بزاف لي فوندوز اوريفلام باش نعاود كومونديه. هذا نعاود نشري ونعاود نشري، ومني كنلقاه كناخذ بالستوك، يعني راه فريمون كنحط واحد زباد فلوس في هذا الكوماج باش كناخذ منهم بزاف يبقاو عندي، يعني خساره تقاد عليا. جو غاشيت الا لقيتو. ساليت هاد جيل دوش ديال تشيري بلوسم، كان في واحد لوفر ديال بيوتي اديكت، بصراحه جيل دوش زوين، هما كيشموا داك ديال باثان بوتي وركس في الفورما ديالهم، الا جابوه مره اخرى نشريه، صراحه زوين، ما نشف ليا البشره ديالي وريحته زوينه. ساليت هاد دوف اوريجينال، هاد اونتي ترانسبيرون، هذا ما نعاودش نشريه دابا باسكو هذا كنديرو بزاف في الصيف، حيت هذا ماشي زعما ماشي منتوج طبيعي وما فيهش فيه لي سيل دالومنيوم،
دابا ملي برد الحال يعني ما كنتعرقوش بديك الطريقه اللي كنوصلوا بها بان خصك تحاربي الريحه. هذا نشري ثاني من بعد، دابا ما غنميك عليه هاد 3 شهور البروده وهاد 4 شهور، غنميك عليه ندير حاجه ولا ما نديرش كاع. ومن بعد عاوتاني نرجعوا ليه. هذا صراحه سي ان بون برودوي، مالوغوزمون ولا اوغوزمون الي افيكاس، مي مالوغوزمون اي ني با كلين. دونك هذه هي الدنيا، اون بو با افوار تو. زعما ساليت الكورمانديز، عرفتي تبيت واحد بلي ديال لي بسكوي. انا الصراحه جو سوي با ترو زعما سكروري، مي جو سوي ترو بسكوي. هذا جابوه في بيم كوكيزات، ولكن كنحاول ناخذ ديما شي بسكوي يكون ماشي زعما نص نص، يعني ثلاث تبليت ناخذ شي حاجه ماشي ثاني خايبه بزاف. هذا كان فيه لافوان وفيه دي مورسو ديال لي فروي روج وشوكولا، والبنات ديما تيقول لي ايمان شكرا كنبارطاجي هادشي في انستغرام اللي كنلقى شي حاجه زوينه. ما قدرتش علاش كنأسيستي تتبعوني في انستغرام، ماشي باش يزيد ليا لو نومبر ديال لي زابوني، مي باش تستافدوا، حيت كنبارطاجي المعلومه سور لو شان. كنت بارطاجيت معاهم واحد الحلوه ديال التمر جابوها في بيم رائعه زوينه ورخيصه، وجاب هاد البسكوي عاوتاني حيت كيجيبو داكشي محدود ما كيكونش كتير. زوين زوين، هذا شريت منه مع شحال من باكيه، قال لك غنضعف. مي في العشيه مع دو كوكيز مع كويز القهوه تيقد ديك المجاج وكتنغمي مع راسك. ساليت هاد البينات باتر ديال مع شنو الداكوتا المشموم، هذا ما فيش فيه لي غون مورسو ديال الكاكاو سكري، ولكن هذا البنات ماشي تكثروا منه، هو زوين سورتو مع لي بانكيك، فيه المواد الدهنيه اللي مفيده للذات ماشي المواد الدهنيه الخايبه. يعني تلا كليتوه واخا فيه الكالوري ولكن لي بون كالوري، يعني الكالوريات المفيده للذات. هذا عاود شريته وكيدوم لي، حيت هو الصراحه غير شويه كيقضي لك وبنين. هذا يكون عندكم في الدار ولكن ماشي كل نهار. ساليت هاد ديرماسوتيك سانسوتيك 50 بلس اش ديفونس، في زنك دو اوكسيد تيتانيوم ديوكسيد يالورونيك اسيد الوي فيرا. سي ان باردون سي ان اكرون سولير بروتيكسيون سولير زوينه زوينه زوينه، جو لي راشتي. سي ان فافور كي درت لكم واحد المره في لي فافوري، وان شاء الله غيكون عاوتاني في لي فافوري. سي ما دوزيام فلاك مون دوزيام فلاكون بومب، زوين زوين زوين. كيدير واقيلا خديتو فوالا خديتو من سيتي مول ب 250 درهم، وتبقى لكم وفريمون زوين البنات. كاينين شي بنات لا بلوبار كانوا قال لك زوين، كاين واحد البنت قالت لي باغا كنعقل سيتو باس بهذا الفيديو، مرحبا شكرا على سميتو. قالت لك درتو شي دو فوا، شريتو دو فوا، مي لا تخوازيام فوا ملي شريتو بحال ولا كيتفرتت ليها في وجهها. دونك يا اما وجهها صافي مابقاش كي صافي ما يطلع له البرودوي في الراس، ولا كدير شي فون دو تان ولا شي برودوي اخر شي كريم هيدراتون لتحت اللي ما كتخلي البرودوي تفرتت. مي انا ما طراش ليا معاه حتى شي مشكل، زوين زوين زوين. جو راشيت جي راشيتي صح، يستحق الثمن ديالو. ساليت هاد الغسول تيا، انا هاد التيا كتعجبني الصراحه بالزيوت الاساسيه. هذا كنديرو لشعري انا، ما كنديروش لوجهي. بعض المرات ما كنغسلش بالشامبوان، كنغسل غير بالغسول، كنخلطو مع الماء وكننفرك ننننن شكون ننننن وكنفرك شعري بصبيعاتي. كي خصك عيط تغسليه مزيان بالماء، سورتو الناس اللي عندهم الزغبه الدهنيه، حيت فيه زيوت اساسيه يعني كيمتص داك ليكسيت سيبوم، داك الافرازات الدهنيه الكثيره. البنات اللي ما كيفهموش الفرنساويه واللي كتجيهم اللهجه ديالنا غريبه، راه كنحاول مره مره ندير لكم هكا كلمات بالعربيه باش تجيكم سهله. والبنات اللي تيقولنا علاش كتهضري بالعربيه ما تبدليش سميتو، ما خص الواحد ما يكونش عاوتاني اناني كيفكرنا على نبيعي في نفسه. كنحاولوا المعلومه توصل للجميع، رد له على خير كفاعله. يعني انت الا كنتي كتفهمي الفرنساويه والدارجه ديالنا، راه واحد اخرين ما تيفهموهم شيء. وسورتو انا كنهضر بالزربه، يعني كنحاول مثلا قلت هكا اكسيت سيبوم، راه دغيا توعيت باش نقول بافراز الدهون الزائد باش نبسط الناس الاخرين. فوالا هذا جو راشيت، هو والصابون ديالو وداكشي انا اللي كنشريهم بزاف. سالوت هاد الشامبوان باردون هاد الشامبوان تاوس بوريفيون، هادو البنات اللي عندهم الشعر ميدم وما كيهمهمش يخرج مشحلف ولا ماشي مشحلف، انا هذا غنعاود نشري باسكو بوريفيون كيطهر، ما فيهش السيليكون، ما فيهش البارابين، وما فيهش الكولورون. البنات بغيتو شي حاجه باش صحتكم والدات ديالكم ما تاداش من بعد، وما يدخلوش منها الماء، ما يدخلوش فيها المعادن الثقيله بحال البلون وداك التخربيق الخايب كله، مره مره ديروا هذا الشيء. راه بغيتي شعر، بغيتي الصحه، راه ما يمكنش تاخدي زعما كلشي، راه فهاد الدنيا ما يمكنش نكون عندنا كلشي. بغيتيه يرطب لك ويسرح لك وما فيه حتى شي حاجه، حين داكشي اللي كيرطب الشعر راه هو السلفات، هو السيليكون، هو اللي كيخلي داك الفيلم الملمس الناعم. اما لا بغيتي شي حاجه اللي نقيه وتصل لك شعرك وتخرجي بخير،
صافي من بعد الا تشحلف لك دهني بشويه سميتو اصلا كديروا لي بلاك وكديروا لي سور. دونك المهم انا هذا عجبني سورتو الناس اللي عندهم البشره الدهنيه في الفروات الشعر جو غاشيت. ولا البنات غادي نوقف في هاد لي برودوي تيرمينيك في هاد الفتره هادي وغادي ندوز لكم دابا لينبوكسين ديال داك المنتوجات اللي توصلت باوكتولي. هو كان عندي واحد الفيديو في القناه ديالي على كيفاش تتوصلوا بال سورتو اليوتيوبرز اللي عندهم قتل اكثر من 100 اب من 1000 ابوني في القناه. هما اللي عندهم الحق يتوصلوا بمنتوجات من عند واحد البلاتفورم اللي تيكون فيه بزاف د الماركات كيتوصلي بلو برودوي غراتويتمون ما كنخلصوهم ما كيخلصونا كيصيفطوهم لك. الشرط الوحيد ديالهم بانكم تهضري عليهم وتقولي بانك توصلتي بهم وكيبقى لك لافي ديالك تقولي داكشي الصريح وداكشي باش كيعجبوني. جو ريميرسي بزاف لا مارك جيفونشي اللي صيفطوا ليا هاد لي دو برودوي. اول منتوج هو ان برايمر بور لو فيزاج اللي كيدار على الوجه سوا بوحدو سوا تحت المكياج سميتو بريز برايمر من لا مارك جيفونشي. ما استعملتو شي جي با انكور تيستي لو برودوي جو فو مونتر جوست بور اون فوا نستعملو جو في فو دوني مون افي ابري اون فوا نستعملو مزيان نرد عليكم نقول لكم المنتوج كيفاش داير. هو كان فيه بثلاثه ديال الانواع الخضر والغوز والصفر. انا اختاريت الغوز لي جو بونس لي يجي لاكارناسيون ديالي. دونك بريزم برايمر سي لو تان كوتور تان كوتور ديال جيفونشي خديتو في الغوز. كنتمنى يجيني في الكارناسيون ديالي جي با انكور تيستي دونك اون فوا جو تيست جو دونري مون افي بار لا سويت. هايلايت لا بوتي بعدا فنه في الغوز سو فورم دو بيبيت. سويت ثالث برودوي توصلت به هو ان سوان اللي كنت فرحانه بزاف 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 اللي توصلت به. سي ان سوا اونتي اج واللي عجبني بزاف بزاف هاد لا مارك هادي. بعدا البريزونطاسيون ديال لو باك كيفاش داروا ليه لي غوديز اللي داروا ايزيتي تري جينيرو في لي زيشانتيون. ميرسي بوكو بور فوتر جينيروسيتي شكرا بزاف على السخاء ديالكم. يعني صيفطوا لك لو برودوي اون ميم طون صيفطوا لك لي زيشانتيون باش تعرفي. دونك سي ان برودوي اونتي اج من لا مارك سانتيلا جو سي با واش سا تبرونونس كوم سا. سي اون مارك بيو c'est un traitement anti-ride ou yarbi yarbi zama je suis très heureuse de l'avoir de le tester une fois njarbou nrd lekoum men ba'd la vie dialy soit une vidéo produit akhir mentouj li twasselt bi ou li fayta kent commandeitou ou aoud commandeitou men la marque merci handy merci merci handy. Les crèmes de main dialhom j'ai déjà testé les crèmes waerin 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 fihom wahed rih chfou ghir présentation chfou ghir présentation ana ça me tue had les petits détails j'adore j'adore. Déjà un petit coucou en thème مع واحد داك خاشي لي كريم في داك لونفلوب عرفتي دي شوز زعما شوفوا اللي سميتو اللي لقى اللي يجيبوا هاد لا مارك ميرسي عندي ديال الكريم واعره 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 لدرجه بان ملي كندهني يديك يقول لي ايمان واش دايره شي ريحه سميت البارفان ديالك. هو غير سي كريم بوغ ما كتحسي بحال داخله بحال داك ملي كتدخلي شي بارفيمري الريحه ديال البارفيمري هكا كيديروا واحد الريحه دومبيونس اللي كتاتيري. هما 4 كريم شيري بلوسيم كاين فيها بزاف. انا هاد الربعه كلهم جربتهم تقادوا ليا وملي عاود يزون اكسبتي دو يصيفطوهم ليا كنت فرحانه بهم. دونك شكرا بزاف بزاف ميرسي هندي فريمون الكريم دي ما وارين وارين وارين. فوالا البنات هذه هي الفيديو ديالنا لهاد المره جيسبر تكون مفيده ليكم. بارطاجيت معكم لي برودوي تيرميني ديالي ولي برودوي كو جو ريسو اون فوا دوك نجربهم نرد عليكم الخبر اون اوتر ثاني فيديو برودوي تيرميني الى اجل غير مسمى يعني تنجربهم مزيان. شكرا بزاف للانضمام ديالكم شكرا لانكم بقيتو حتى الاخر ديال الفيديو الا خطيكم عليا. ما تنساوش تابوناو تلايكيو تبارطاجيو الفيديو الا عجبتكم وديما ديما كما كنقول لكم احبكم في الله والله يسهل عليكم مصعب.